يواصل فريق اتحاد البوليدة تحضيراته لمباراة بارادو بعد استقالة المدرب بوجعران، حيث يشرف على الطاقم الفني لأبناء مدينة البوليدة المدرب المساعد كمال زان ومدرب الحراس محمد حنيشات. ويعتزم اللاعبون وضع كل الاعتبارات جانبا بما في ذلك المشاكل المادية في سبيل العودة بنتيجة إيجابية من بولغين مثل ما يبرزونه لوليد معمري. بوجعران بون كان راح يعني ان شاء الله كاين جديد في الايامات القادمه، مازال ما ديسيديناش 100% شكون، مي ان شاء الله رانا في اتصالات ويكون كاين جديد الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني تجوزنا اسبوع صعيب يعني المشاكل وزيد الاستقاله تاع المدرب، سينا كما نقولوا مع زان كمال وبريباراتور فيزيك باش سينا نحيو لا بريسيون لي جوار. سي ما عندنا دون هذه 48 ساعه بريسي سينا ماكسيموم باش نبريباري لو ماتش، وان شاء الله كما نقولوا لي جوات تكون لا رياكسيون تاعهم بوزيتيف كونت ليكيب تاع بارادو، لي ليكيب اللي تلعب ليه بانو عندهم دي كيب دي كيب جان. نخمو في هذا الماتش انا دايرين له قيمه بزاف بان دو ريكيبيري لي بوان اللي ضاعوا لنا في الملعب تاعنا وخارج الديار. ان شاء الله انا نحضروا كما لازم الحال وين لازم نكونوا ان شاء الله على وتر الماتش تاعنا. مي دوك هذا الماتش كما نقول لك ما ساهل كونتر ان بون ليكيب تاع بارادو، حنا انا خاسرين ديجا 3 ماتش، ان شاء الله كما نقول لك راح تكون الماتش الجاي هذا راح يكون ان شاء الله الانطلاقه تاعنا. مي لازم تكون كما نقول لك انا محتاجين نقول لك ريزلت مليحه باش تعاود تولي الهدوء في ليكيب.